بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وإحنا بنقرب من نهاية السنة العجيبة واللي بالنسبة لناس كتير سنة كئيبة، لكن ما عندناش حاجة اسمها سنة كئيبة. إحنا أولاد ربنا، وربنا اللي بيجيبه دايما خير حتى لو كان موت، لأن الموت بالنسبة لنا دخول للسماء. عاوز أشغلكم النهاردة بموضوع الشكر، الآية الجميلة اللي بيقولها بولس الرسول كورنثوس الثانية 2:14، ولكن شكرا لله. ده موضوعنا، ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. ليه بيقول ولكن؟ لأن الحقيقة ولكن دي مناسبة أوي اليومين دول، لأني بكلم واحد بقول له طب اشكر ربنا، رد يعني ما معناه على إيه؟ لأنه طبعا جرب تجربة شديدة في الأيام اللي فاتت. بينما في نفس اليوم بكلم شخص تاني بيقول لي نشكر ربنا أوي وتجربته أصعب من الأولاني، لكن معناها مهما حصل شكرا لله. وبولس كان عايش المعنى ده، لأنه في رسالة كورنثوس، لو أنتوا عارفين الرسائل، رسالة كورنثوس الأولى هي أكتر رسالة القديس بولس فيها يعني متقطع في المشاكل. عنده مشكلة تشكيك في التناول، مشكلة تشكيك في القيامة، ومعلمين كذبة، ومشكلة القضاء المدني، ومشكلة ما ذبح للأوثان، ومشكلة حزبية وانشقاق، ومشكلة واحد غلط مع مرات أبوه والناس كلها سمعت، والخطية الزنا قربت تدخل في الشعب. وبعدين لقى بس بصيص أمل إن الشاب ده تاب وسط كل المشاكل المتلتلة دي وهموم تقيلة قوي على قلبه، غير مشاكله في أفسس وفي بلاد تانية واضطهاد عنيف ومؤامرات من كل ناحية. وسط ده كله يفاجئنا بكلمة لكن شكرا لله. نفسنا نوصل للشعور ده، نقول ولكن شكرا لله، زي الشعار اللي واخدينه في المؤتمر الأسبوع ده، في هذه جميعها وسط كل حاجة يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هو بيقول كده، ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. يعني كل اللي بيحصل بما فيه من أوجاع وألام واضطهاد وجوع وعري وخطر وسيف ومرض، يقودنا سيئنا كده عشان ندخل السماء. أنا عاوز أكلمكم عن شكر لله في 4 نقط، وعاوزها تبقى تدريب نشتغل عليه الأسبوع ده قبل ما السنة تخلص. تعالوا نختار 5 شخصيات نشكر ربنا عليه. وصدقوني أنا بس ابتسمت أو ضحكت لأني قلتها مرة الواحد قال لي هشكر ربنا على امرأتي، وكأنه يعني دي بالذات ما أقدرش أشكر ربنا عليها. أشكر ربنا على شخصيات في حياتك، لأنه في شخصيات ربنا حطها في حياتك، الشخصيات دي ليها دور في خلاصك. ممكن يكون أب اعترافك، ممكن يكون خادمك زمان في إعدادي وثانوي، ممكن يكون جارك، ممكن يكون والدك، ممكن يكون شريك حياتك، ممكن يكون ابنك. تعالوا نعد 5 شخصيات على الأقل، وأنا عاوزك بقى تكتب لو سمحت الواجب ده، اقعد اكتب كده اشكرك يا رب على فلان، واكتب بقى أصل فلان استحملني مثلا، فلان علمني، فلان شفت فيه كذا، فلان هو اللي طيب خاطري في أيام صعبة، فلان كان المنفذ داخل التجربة زي ما الكتاب سماها، يعطيه مع التجربة المنفذ. صدقوني هتلاقوا، وممكن ما تلاقوش 5، تلاقوا 10 و50. لكن احنا بننسى نشكر ربنا على ناس في حياتنا. لو عملنا كده هنحس بالعرفان لربنا، احنا ما خلقناش الناس دي، ما اوجدناش الناس دي في حياتنا. وطبعا انا مش بقول ان الناس ما بتغلطش، لكن الناس اللي انت بتزعل منهم في وقت يستحقوا شكر الله، لان لولا الناس دي كان ممكن حياتك تاخد مسار سيء. احنا ساعات بنبقى
زي اللي شايفين روحنا وكنا شايفين نستاهل ناس أحسن من كده. صدقوني لو كنا أمناء هنشوف أن ربنا كرمنا قوي بالناس اللي حطوهم في حياتنا. مرة أم بتقول لي أكتر حاجة بشكر عليها صبح ظهر ليل ابني المتأخر أو المعوق أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه ده بركتي، ده النعمة اللي في حياتي، ده اللي هدخل بيه السماء، ده اللي اداني الابتسامة رغم التعب، ده اللي عامل لي قيمة في حياتي. في واحدة تاني ممكن تبقى متذمر، ولكن عاوزين نوصل ولكن دي، نتحدى المنطق البشري ونقول شكرا لله، شكرا على الناس اللي بيحبونا يا رب، شكرا على الناس اللي ربونا، شكرا على الناس اللي خدمونا وتعبوا معانا، شكرا ليك يا رب على الناس علمونا وسلمونا، شكرا على ناس حضروا لنا حاجات كتيرة قوي واحنا خدناها على الجاهز ونسينا تعبهم، شكرا على ناس تعبونا. والتعب ده هنفاجأ ان ده رصدنا، ده راس مالنا قدامك. شكرا على ناس علمونا الصبر، شكرا على ناس علمونا ما نتكلمش، شكرا على ناس خلونا نجري عليك لانه ما فيش غيرك من كتر الهم والتعب، شكرا على ناس ظلمونا والظلم ده خلانا نتشبه بيك ونشبع بيك ونفرح بيك ونتعزى بيك، شكرا يا رب على ناس، كل الناس. انا عاوز بقى من ضمن الناس دي كلها تعد خمسة وتقعد تكتب كده على كل شخص شكرا لله على فلان. انا عارف ان فيكم ناس شاطرين قوي مش هيكتبوا خمسة، هيكتبوا كتير قوي، وصدقوني عاوز اقول لكم اللي يشكر كتير هيشوف الحياة كلها بنظارة جديدة، وهيكتشف انه صانع الخيرات بعت لنا خير مع ناس كتير قوي. وساعات الواحد ما بيشكرش ربنا على الناس دي غير بعد ما بيمشوا، بيكتشف ان ربنا كان اداله حد مهم قوي في حياته بس ما لحقش يشكر عليه في وجوده، او يمكن عمره ما قال له انا بشكر ربنا على وجودك في حياتي. تيجي نستخدم الجملة دي ونقولها الاسبوعين دول للناس حوالينا، بشكر ربنا على وجودك في حياتي. يمكن قبل ما يمشي الشخص ده يسمع الكلمة الحلوة دي وتبقى كلمة من القلب، كلمة صادقة. كمان تعالوا نشكر ونقول ولكن شكرا لله على مواقف، خمس مواقف برضو حصلت طول السنة. هنا المواقف بقى محيرة ويمكن احنا نسينا، بس لو انت رجعت شريط السنة كلها، سنة 2020 السنة الغريبة العجيبة المضطربة اللي ما حصلتش قبل كده، ونتمنى يعني ما تطولش السنة الجاية. طيب ايه المواقف يا احبائي؟ الحقيقة كل موقف في حياتنا يستحق الشكر، بس احنا ما شكرناش كفاية. احنا كنا بنقول صلاة الشكر كرواتها وبنقول الحمد لله ومش مركزين فيها. تعالوا بقى نركز، حق ربنا علينا، نقعد نفكر في مواقف حصلت السنة دي. أؤكد لكم اللي هيقعد قعدة حلوة ويفكر كويس قوي صدقوني مش هيقعد أقل من ساعة ساعتين يفكر في مواقف، 50 و100 موقف حصلوا ربنا حط إيده وبارك وسطر ونجى وأنقذ وخدنا نتائج كنا متوقعين أسوأ من كده كتير، وكان ممكن الدنيا تبقى أوحش من كده كتير قوي. لما نتأمل في حياتنا ونشوف المواقف اللي بتحصل هنقول زي ما المزمور بيقول لابتلعونا ونحن أحياء، شكرا لله، لأنه يعني إن لم يحرس الرب المدينة ما كانش يعني بطلا سهر الحراس. فكر في مواقف زي حوادث كانت ممكن تحصل، مآسي كانت ممكن تحصل، مشاكل كانت ممكن تنفجر وتتفاقم، أخطاء ممكن تتحسب عليك توصلك لسجن وتوصلك لمآسي، ناس حواليك كان ممكن تفقدهم وربنا سمح أنه ينقذهم، ويجوز سمح في بعض المواقف أن حد منهم يكون سافر للسماء وسبقنا. صدقوني كل موقف
تفحصه بدقة وبعنين روحانية هتقول ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. هو ما بيغلطش وعارف بيعمل ايه. زي ما هتشكر على شخصيات ربنا حطهم في حياتك من كل الجوانب فادوك او تعبوك من اجل الفايدة، هتشكر على مواقف فيها حاجات حلوة قوي ويمكن فيها حاجات مرة بس برضو مفيدة، فهتقول شكرا لله. هتشكر على شخصيات وتشكر على مواقف، وبعدين تعالى نشكر على أماكن. السنة دي اتحبسنا شوية. طيب انت عمرك شكرت على بيتك؟ انت واخد بالك ان في ناس ما عندهاش سقف، ما عندهاش بيت، ما عندهاش الأوضة اللي انت فيها، ما عندهاش الحمام اللي قريب عليك؟ في ناس فعلا ما عندهاش في العالم، مش بس في بلادنا، لا ده العالم أفقر من بلادنا كمان بكتير. انت شكرت على بيتك ولا انت مش عاجبك حالك ومش عاجبك بيتك ودايما شايفه كان ممكن يبقى احلى من كده؟ انت بس نسيت انه الهنا ارتضى بمزود بقر وارتضى بيت لحم، ويوم ما اختار اختار بيت اقل كتير جدا من بيتك. انت ما شكرتش على بيتك، شكرت على الكنيسة. السنة دي اكتشفنا كلنا ان بيت ربنا ده غالي قوي، ولما كنا بنطنش ان احنا نيجي قداس ولا نيجي اجتماع، والنهاردة نفسنا ندخل القداس وندخل الاجتماع. طب على الاقل تعالوا نراجع السنين اللي فاتت، نشكرك يا رب على كل مرة جينا كان الباب مفتوح، ما كناش متصورين انه يقفل ابدا، فكان الباب مفتوح ولا حتى استعنينا نقف على الباب نقول لك اشكرك يا رب لانه بكثرة رحمتك ادخل بيتك. في أماكن كتيرة في حياتنا على رأسها الكنيسة ووراها بيتك، يمكن مكان شغلك، طب تعبت في شغلك، زهقت من شغلك، شغلك بعيد كتير عن بيتك، مشوار متعب ليك، انت شكرت ان في شغل، شكرت ان في مكتب تشتغل عليه، في ناس مش لاقية شغل، طب انت شكرت ولا لا؟ مكان خدمتك، انا بديكوا على الاقل 5 اماكن عشان الواجب كله 5، 5 اشخاص و5 مواقف و5 اماكن. مكان خدمتك، ليه بتبص حواليك؟ ليه بتشوف خدمة غيرك؟ انت ليه ما بتشكرش على العز اللي انت فيه كخادم؟ مرة واحد قريب بيقول لي المنطقة اللي انا كنت بتضايق ان انا بروحها كانت بتاخد 2 ساعة عشان ازور الناس اللي هناك، وكنت بقول يعني كانوا يختاروا لنا مكان قريب شوية، النهاردة السنة دي وانا معرفتش اروح لهم متغاظ من نفسي، ازاي كنت مستتقل المشوار ده؟ 2 ساعة دول من اجل ربنا كانوا بركة، والناس اللي كنت برح لهم دول بركة العمر كله، وبقى مشتاق جدا الدنيا تفتح عشان يرجع يزور الناس اللي كان بيزورهم وشاف المشوار اللي كان تقيل على قلبه ده، بس ياريته يرجع. اذا تعالوا نشكر على بيتك، تعالوا نشكر على كنيستك، تعالوا نشكر على خدمتك، تعالى نشكر على مكان شغلك. كمان لو قلبت السنة، يمكن رحت مكان السنة دي، رحت دير فرق معاك، رحت فسحة قربتك لربنا، قربتك لأهل بيتك، رحت البيت والدك ولا بيت صحابك، شكرت على المكان ده اللي لقيت فيه حب نقي. في أماكن كتيرة في حياتنا معلمة في حياتنا، بس حتى الأماكن دي بننسى نشكر ربنا عليها. لو بصيت على حياتك من آخر عمرك هتلاقي في أماكن كتير يا رب اديتهاني هدايا، وأنا آسف أني كنت باخد الهدية وافتحها زي العيال وبص فيها وحتى ما ببصش فيك وأقول لك متشكر. في طفل كده لمؤاخذة متربي اليومين دول بقى لما سانتا كلوز بيجيب لهم الهدية وهو بيفتح الهدية بيقول شكرا، وفي طفل تاني بيفتح الهدية بس ما بيقولش شكرا. انت انهي نوع من الاطفال وانت بتفتح هدايا اخر السنة؟ يا ترى هتقول شكرا يا رب ولا انت بتاخد الهدية وتجري وما بتقدرش؟ ولكن شكرا لله، يبقى بنشكر على ناس اشخاص، بنشكر على مواقف، مواقف في حياتنا، بنشكر على اماكن، اخيرا بنشكر على مشاكل. تستغربوا بقى ان انا حاططها، بس انا قصدت احطها ليه؟ عشان كلمة ولكن، ولكن لان الآية اللي قبلها بتقول ان في وجع، بيقول لم تكن لي راحة في روحي، انا بقرأ من كورنثوس 2:2،
لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مقدونيا. لكن شكرا لله. ليه؟ لأنه في وجع، في عدم راحة، في مشاكل، في ضيقات، في اضطهادات، في جوع، في مرض، في وباء، في ناس تعبت قوي السنة دي، في ناس خسرت شغلها، في ناس اتمررت، في ناس ودعت ناس من أحبائها. مشاكل؟ لا، ده أعلى من المشاكل. بس عاوزين نوصل لكلمة ولكن شكرا لله، لأن ربنا في ده كله عارف بيعمل إيه، عاوز يلمنا في السماء. لو بصيت من السماء وعرفت ان العمر ده هيجري والايام دي هتخلص كده كده وهيلمنا حواليه وهنبقى فرحانين الى الابد، من دلوقتي هتقول له ولكن شكرا ليك يا رب رغم كل اللي حصل. تعال بقى نعد 5 مشاكل، مش مشكلة واحدة، ونتحدى المنطق ونتحدى طباع البشر العادية، ومع كل مشكلة في حياتك تقول له شكرا على المشكلة، شكرا على الضيقة، شكرا يا رب على الأتون في حياة التلات فتي، شكرا يا رب على جب الأسود في حياة دانيال، شكرا يا رب على الرجم اللي جه في استفانوس، شكرا على السيف اللي قطع رقبة يعقوب، شكرا على السجن اللي عدى عليه بطرس وبولس، شكرا على الكنائس اللي اتحرقت في يوم من الأيام، شكرا على المرض اللي تعبنا وكلفنا، شكرا على الناس اللي سافروا بدري وسبقونا للسماء. عد مشاكل، بس تحدى المنطق، وفي كل مشكلة أو في كل ضيقة أقول له ولكن شكرا لله، لأنه ده الإيمان بقى، ده التحدي، دي أحلى شكر يطلع منك. الشكر على الناس الحلوة منطقي، والشكر على الخير اللي جه منطقي، والشكر على الأماكن الحلوة برضو منطقي، لكن أحلى شكر في ودان ربنا لما يطلع قبليه ولكن يا رب أنا تعبت قوي ولكن شكرا ليك، أنا تألمت جدا ولكن شكرا ليك، أنا ما فهمتش اللي حصل ولسه مش فاهمه ولكن هغلب عقلي وأقول لك ولكن شكرا ليك، لأني أنا يا رب واثق إنك عاوزني في السماء، وده موكب واخدني فيه كده في موكب النصرة، كبرتني وعملتني عسكري عندك، ممشيني في مرش عسكري رايحين السماء، بس أنا في ظروف قاسية ومتألم، ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. تعرفين كل حين دي بولس بيقولها كتير، لأنه قال شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع، قال صلوا بلا انقطاع افرحوا في كل حين واشكروا في كل شيء لأن هذه مشيئة الله. فأنت وانت بتقول أشكرك يا رب رغم كل وجعك أنت بتعمل مشيئة ربنا، أنت ليك عين تقول لتكن مشيئتك، لأنك بتقول له أشكرك رغم اللي حصل ما كانش ده اللي أنا نفسي فيه. يمكن يا رب خاب ظني وأملي ورجائي وصلاتي في حاجات، لكن هرجع أتحدى نفسي وأقول لك ولكن شكرا لله. يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. الشكر يا أحبائي يخليك ريحة المسيح فيك. الإنسان اللي بيعرف يشكر كويس ريحة المسيح طالعة منه. ربنا يسوع له المجد علم تلاميذه يعني إيه يشكره والدنيا ضيقة، جابوا له 5 ترغيفة قدامه 5000، بص فوق وعمل إيه؟ وشكره. وقف جنب مريم ومارثا منهارين من العياط والعذر ميت جوه، ورفع عينيه للسماء وقال أحمدك أيها الأب. ربنا يسوع علمنا نشكر على كل حال في كل حال من أجل كل حال رغم كل شيء. هنا يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. المسيحي يكرز بالمسيح حين يشكر، وقبل الشكر فيه ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. المريض الشاكر أجمل كارز، والشخص اللي ودع حد قريب ليه كارز قوي، والشخص اللي اتظلم وخسر كتير قوي وبيرفع عينيه ويقول له أشكرك يا رب بيشاور على السماء، بيشاور على المسيح اللي هو مسلم حياته ليه ومتكل عليه وواثق فيه
ومتأكد أن ربنا بيعمل أحلى حاجة. فبيقول لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. في ناس هتتريق علينا لما نشكر وسط الأحزان والضيقات، وفي ناس هتبص لنا وتقول معاكوا حق، أنتوا فاهمين صح، أنتوا بس اللي عارفين الإله الحقيقي، أنتوا اللي عينيكوا على الحياة الأبدية بجد، أنتوا اللي عرفتونا يعني إيه الدنيا دي هتخلص وما تستاهلش حد يزعل عليها. الحياة الأبدية هي الهدف. فبيقول لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، لكن كما من إخلاص كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. لو كنا بتوع ربنا بجد، لو مخلصين لربنا بجد، صدقوني لازم نقول نشكر ربنا كتير. تدريب الشكر بيبان سهل، هو مش سهل. لأنه إيه رأيكم الأسبوع ده نقعد طول الأسبوع لغاية آخر السنة لو نقدر، كل نفس نقول أشكرك يا رب لو نقدر، كل موقف أشكرك يا رب، كل شخص نقابله أشكرك يا رب، كل مكان ندخله أشكرك يا رب، كل خطوة نخطيها أشكرك يا رب، كل منظر نشوفه أشكرك يا رب. شكرت على عينيك، في ناس فقدت عينيها، شكرت على ودانك، شكرت على أيديك، شكرت على عيالك، شكرت على اللقمة اللي بتاكلها، شكرت على النفس اللي داخل طالع وطلع إنه مكلف قوي وطلع إنه غالي قوي، ما شكرناش. إذا محتاجين نزود الشكر. لما الواحد بيشكر يا أحبائي بيحصل حاجة داخلية عجيبة قوي، تحصل معجزة جوانية. الروح القدس مع الشكر يملاك فرح غير منطقي، يستدعي فرح السماء. الروح القدس صاحب السماء يحط طعم السماء جواك لما تقول أشكرك يا رب. عشان كده تسبيحة، وبالذات تسبيحة كياك، ليها طعم غريب. تدخل التسبيحة وانت مهموم متضايق، تطلع من التسبيحة وكأن دماغك دي اتغسلت خالص، وحاسس هو أنا كنت متضايق ليه؟ مش عارف. لأن التسبيحة كلها بتقول إيه؟ أشكرك يا رب، المجد ليك يا رب. تسبيحة فيها طعم السماء، لكن دايما في لكن. يعني إيه؟ لما تبص للواقع الواقع ما يشجعكش على الشكر، لكن لما تبص بعين الإيمان هتعرف تشكر. غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية وتستحق الشكر. ومن العدرة اللي احنا فرحانين بها الشهر ده، حياتها ما فيهاش حاجات حلوة كتير بلغة الدنيا، غلبانة، وحيدة، صغيرة، خجولة، بتاخد المشاوير على رجليها يا عيني لغاية الجبال لإصابات، وتيجي مصر يا عيني ماشية على رجليها، ظروفها قاسية، فقيرة بزيادة عشان تولد ابنها في مزود بقر. بس أمنا العذراء هي معلمة الشكر الأولى في الكنيسة، هي اللي بتعرف تنطقنا عشان نقول زيها. أمنا تقول لنا قولوا ورايا، تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي، القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. عاوزين نقول كده مع أمنا العذراء، يا رب ده انت بتعمل معايا العجب، ده انت كبرتني قوي، ده انا كان ممكن امشي من بدري عن كده قوي، ده كانت ممكن الدنيا تبقى خربانة خالص عن كده، ده انت بس لو ما كنتش سامحتني كان زماني دلوقتي في الجحيم من بدري. تعظم نفسي الرب. ولكن شكرا لله، نتحدى الأحداث ونطلع بالإيمان خطوة كبيرة ونقول إيه؟ هنشكر رغم كل شيء. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.